طعاما مر على إغلاق المجزرة الوحيدة في ديالا، ما يدفع أغلب الجزارين لذبح المواشي في المحل أو البيوت بعيدا عن الرقابة الصحية. ومع انتشار الأمراض الانتقالية قد تكون هذه المواشي حاملة لها وخطرا يهدد المستهلكين. مجازر ماكو، رقابة ماكو، مجزرة واحدة عندنا بالخالص ومسدودة صار لها 20 سنة، لا دا يسوونا شغلة يعني نطالب عن يسوونا مجزرة نذبع بيها، دا يجينا حلال مضروب، دا يضرب حلالنا، العالم تخاف تاخذ لحم، ابو الانبياء هم نزفية واللحم غالي صار ب20,000. رصدت دائرة صحة ديالى ارتفاع الإصابة بمرض حمى المالطة، ويأتي ذلك بعد المخالفات بتربية المواشي واستخدام مشتقاتها بعيدا عن الفحوصات الطبية التي ترصد الأمراض، بالإضافة إلى المواشي المستوردة التي غالبا ما تكون بعيدة عن أعين الجهات المختصة. دائما هو احنا مستمرين برصد الامراض الانتقاليه خاصه حيوانيه المنشا وكونها تنتقل بصوره سريعه، لكن خلال هذه الفتره تم تسجيل عدد من حالات حمى مالطة لعدم التزام المنتجات الالبان بالبستره الصحيحه وشرائها من مناطق غير موثوقه رسميا وغير تحمل اجازات صحيه. فيما تكتفي بيطره ديالى الجهه المسؤوله عن الجزر وادخال اللحوم والمواشي بالنصائح والجولات الميدانية، وذلك لعدم توفر مجزرة حكومية تكون كفيلة بإنقاذ الأهالي من الأمراض الانتقالية والمواشي المصابة بالفيروسات. نحاول أن نمنع القصاب أنه ما يذبح بالشارع حتى يعني نمنع ظاهرة الجزر العشوائي، لكن القصاب يطالبنا يعني يحاججنا أنه وفروا لي مجزرة حتى أذبح. إحنا مع هذا، إحنا ماكو مجزرة بعقوبة، نوجه للقصاب أنه يعني لا يذبح بالشارع، لا يذبح بالمناطق السكنية. ويتطلع الأهالي إلى الحكومة القادمة بإنشاء أماكن صحية خاصة لجزر المواشي تحت إشراف لجان طبية للتخلص من الأمراض الانتقالية الخطرة المنتشرة في ديالى. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.